السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناه سرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحه وسلامه ان شاء الله. خطا شائع ان احنا واحنا بناكل كيس شيبسي بيقابلنا بيجي لنا تساؤل، واكيد جه التساؤل ده في مصر كلها والعالم كله، ليه اكياس شيبسي تبقى على طول منفوخه كده، وبتبقى على طول حوالي 20% ولا 30% منها بتبقى الشيبسي نفسها او البطاطس، والباقي كله بيبقى هواء. اولا هو الهواء ده ما جاش من فراغ، هو كان زمان كان بيتصنع شيبسي بالطريقه التقليديه ان هم بيحطوا الشيبسي في اكياس وبعد كده بيوزعوه. فلو مشكله ان الشيبسي لما بيتحط في اكياس معينه فبيتفاعل مع الهواء، فالبطاطس بتاعت البطاطس اللي في جوه الكيس بتبقى مقدده كده، بتبقى ناشفه كده وبتجلد. فلاقوا انه عايزين نلاقي حل للموضوع ده، فقال لك ايه، لا احنا نحاول نجرب كذا غاز. فجربوا كذا غاز، فطبعا في غازات كانت سامه وكانوا بيعملوا تيست عليها الاول قبل ما يعرضوها للجمهور وهكذا، وبعد كده وصلوا لغاز النيتروجين. غاز النيتروجين اللي هو ده، الغاز ده ما بيتفاعلش مع البطاطس الشيبسي، ما بيعملش اي تفاعل، وفي نفس الوقت بيحافظ على القرمشه بتاعتها لفتره طويله جدا. انت لو حضرتك مسكت كيس شيبسي وكلته بعد 10 ايام 15 يوم تلاقي كيس الشيبسي لسه البطاطس فيه مقرمشه، وهو ده سر غاز النيتروجين. النيتروجين ده بيحافظ على الشيبسي ما يبصش، ما يقددش، اللي هو ما يتمطش كده، ما يبقاش ناشف وما يبصش، واللي هو الصلاحيه بتاعته تنتهي، لا وكمان بيطول في الصلاحيه، زائد كمان ان هو ما بيتفاعلش مع الطعم. وهي دي الفكره بتاعت الاطعمه او اي شيء تاكله تلاقي الكيس بتاعه، على فكره مش الشيبسي بس، تلاقي اغلبيه الاكياس عموما بتلاقيها فيها فراغ شويه او فيها هواء شويه، الحاجه ما بتبقاش مكبوسه بزياده. هو ده الفكره، لان غاز النيتروجين يتفاعلش مع الاكل، بس في نفس الوقت بيحافظ على الاكل اللي جوه الكيس ده، فهم بيسيبوا فراغات معينه بنسب معينه ان هو بيحطوا الاكل وبعد كده بيملوا عليه غاز النيتروجين، وبعد كده بيقفلوه كبس هواء، يعني كبس بحيث لو في يعني زي خرم ابره فيه طبعا الغاز ده هيتسرب والاكل اللي جوه او المنتج اللي جوه ده هيبوظ. انا بصراحه كان نفسي ان انا اجيب لكم يعني انواع من يعني اجيب مثلا كيس شيبسي معايا عشان اوريكم الحاجه، بس نكتفي باللي انا هوريه لكم دلوقتي. ده مثلا حاجه كيس شيبسي كلاسيك بوتيتو ليز، الكيس ده ثمنه 60 جنيه. تخيل ليز شركه من الشركات اللي انت ما بتشوفهاش كتير على فكره، انا اقول لكم بس على ارقام كده غريبه انتوا تسمعوها جميله. ليز من الشركات اللي انت هتلاقيها بره في استيراد، مش هتلاقيها في مصر. ليز شركه قويه جدا وشركه قديمه جدا كمان، شركه ليز وفريتوز والكلام ده. فدي كلاسيك فريت، ده كلاسيك ريز، ده بيتباع هنا في مصر ب 50 جنيه بس. وكمان ظهرت، كان زمان كان في 3 او 4 نكهات في العالم، اللي هو نكهه المشويات ونكهه الطماطم وشويه الجبن. فانا هوريكم دلوقتي شويه نكهات غريبه جدا. النكهه دي كابتشينو، تخيلوا جايبين كابتشينو وكيتل كوكد، يعني حاجه كده نوع من انواع السوشي. تخيلوا في شيبسي بالكابتشينو والكتل مش فاكر اسمها ايه، بس اللي هو اسم غريب قوي كده، وسوشي طبعا السوشي، تخيلوا الطعم هيبقى عامل ازاي. كيس اهو بير، اللي هو زي طعم بير ان برايتس، انا بصراحه ما اعرفش الترجمه بتاعتها، بس انا عارف البير ده اللي هو زي البيره، فالطعم بتاعها هيبقى عامل ازاي يعني انا برضو بستغرب يعني. فانتوا مش عارف يعني، انا بحاول اوريكم بس النكهات بتاعتهم الغريبه اللي انا شفتها في ليز، فقلت لا لازم اطلعها وتشوفوها معايا. ديل بيكل دي اللي هي حاجات مخلله، تخيل حاجه مخلله، يعني تخيل البطاطس، انا الموضوع حتى جزعني شويه، متخيل يعني بطاطس تبقى مخلله، الطعم بتاعها يبقى مخلل، فده يعني هتبقى غريبه قوي. الليمون، بطاطس بطعم الليمون بنكهه الليمون، دي غريبة جدا. انا اكلت يعني يعتبر حاجة زيها هنا في مصر، اللي هو فرنو، اللي هو فرنو اللي هو الشيبسي الناشف ده شوية المحمص ده، الشيبسي ده كان فيه ليمون وزعتر او ليمون وحاجة، بس كان طعمه كان صعب قوي يا جماعة، كان طعمه وحش يعني، ما كانش طعمه اللي هو الحلو يعني، كان الاحسن بتاعه اللي هو كان اللي هو الريحان، الفرنو اللي كان بالليمون والزعتر ده كان طعمه كان صعب قوي. عيش التوم، تخيلوا شيبسي بعيش التوم، انا مش عارف العيش التوم زي اللي هو زي توست ومحطوط فيه توم مفروم او حاجه زي كده، فانا عايز اعرف النكهات دي، هي يعني مش عندنا طبعا، بس انا عايز اشوف النكهات دي تبقى طعمها عامل ازاي. ف حتى من كتر التريقه بتاعه المصممين على نكهات الشيبسي الجديده والغريبه والكتيره، عملوا حاجات جديده كده اللي هو ايه،
طعم التمساح اللي هو ليز بطعم التمساح، يعني حاجه كده من ضمن التريقه. وكمان عملوا ليز اللي هو هاني ان كيج اللي هو كان تبع نيكولاس كيج، يعني كانوا حاجه كده تريقه من ضمن التريقه. حتى كمان شفت كيس شيبسي دلوقتي اللي هو هاني بطعم العسل، وفي التشيكن وافل في كده نكهات غريبه قوي. فانتوا لو كلتوا اي نكهه من النكهات دي، انا بصراحه انا واحد غلبان جدا، انا كل كلته اللي هو طماطم جبنه متبله جبنه ملح خل ايه تاني حاجات مشويات اللي هي زي الكباب والحواوشي والكلام ده. لكن الحاجات اللي انا ذكرتها دي بصراحه انا ما اكلتهاش. فلو اكلتها ولو عجبك المعلومات اتمنى تكتبها لي في كومنت، وما تنساش طبعا تشترك وتعمل لايك في الفيديو. اتمنى تعمل لايك وتشترك في الفيديو وتشترك قصدي في القناه. انا اسمي محمد تحسين، لو حضرتك نسيتني انا اسمي محمد تحسين، واتمنى حضرتك تبقى معايا في القناه ان شاء الله عشان نكبر بيكم. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.